צהריים טובים, אפשר כמה מילים? אפשר כמה מילים עכשיו? לא יכול להיות עכשיו לדבר. ברגותי מודיע על פרישה. כמה מילים בבקשה אפשר? شفته بعد سنتين ونص محروم اشوفه اني شفته اليوم بس ايخ هرجشه عليك هرجشه ليروت مروان كيف الشعور يعني مروان بمعنويات عاليه ويتحلى بالقوه والثبات من اجل القضيه عادل يؤمن فيها قمنا بمقابلة الأخ مروان زوجته والأخ زياد وأنا كان هناك نقاش مع الأخ مروان حول كافة القضايا اللحظة الأولى اللقاء كانت صعبة وصعبة جدا لأننا منذ فترة منذ اعتقال مروان لم نراه بعد هذا النقاش نحن سنعود إلى رام الله لنناقش كافة القضايا التي بحثناها وناقشناها مع الأخ مروان مع الإخوة في القواعد النضالية والتنظيمية ومع كافة المستويات ثم بعد ذلك سنتخذ القرار المناسب وهذا بناء على القرارات اللي صدرت عن مجلس الوزراء الإسرائيلي اللي بتحب تعتبرني اسمح لي اسمح في قانون صدر تخرس هذا الحك هذا اللي عندك تخرس يا دميان سيامنا تفغنا